الاخوه الكرام، هات ما زرت الصاد دابا غير هاد نيت، هات ما زرت الحمد لله. هذا الضو تحت تيفغلت، هذا سيف، هذا ديال من وادي الانوار، ها وادي الانوار الزرام، هات الحمد لله، اللهم لك الحمد. نعم الله كيف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان التفراوت، الناس ديال المنطقه كاملين، اي تسريرت في الله غير تعالى، اي غشان، اي تومانوز، كلشي كلكم الناس ديال ديكل، كنهديكم هذا الفيديو كاملين، بغيتكم تبارطاجيو وتشوفوا البلاد في حله جديده، تساقطات ثلجيه مهمه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تعود علينا بالخير وان ترفع عنا البلاء والوباء يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. غنلوح لكم هذا الفيديو، بغيناكم تبارطاجيو وتدعيو معنا وتدعيو مع الشعب المغربي قطيبة. إخوان الكرام، هذا إيديكل، البلدة الجميلة الهادئة القابعة تحت جبال أطلس الصغير، منظر جميل وجميل جدا، منظر جميل وجميل جدا، الحمد لله. اللهم تعالى ابعد عنا الوباء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم احفظ بلدنا من الوباء ومن الغلاء، اللهم احفظ ملك البلاد، اللهم احفظ الشعب المغربي قاطبة الأمة الإسلامية. نتمنى من الله سبحانه وتعالى التساقطات الثلجية تكون فاتحة خير على الشعب المغربي وعلى هذا البلد الآمن، اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. تحياتي لكم يتفراوت كاملين بجميع القبائل ديالو، كل شيء بدون استثناء، يلا تحياتي لكم جميعا، السلام عليكم.